بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. وزي ما شفنا في التقرير ضيفتنا إعلامية كبيرة جميلة، يعني واحدة فعلا من أهم نجمات العصر الذهبي لمسبيرو. تقريبا مش حد ما اتفرجش على برامجها واللي استضافت فيها كبار النجوم، ليلتي، نجم على الهوى، برامج كتيرة جدا زي ما جه في التقرير. وكانت ليها كاريزما خاصة جدا، هي مش شبه حد، هي حاجة كيان لوحده. ويعني أنا سعيدة جدا جدا إن هي منورانا النهاردة، وعلشان يعني هي وحشتنا، وعلشان نعرف حاجات كتيرة جدا عنها ونفتح معاها كده كتاب الذكريات. منورانا أستاذة أميرة. يعني لما أستاذة كبيرة زي سهير بودة تقول الكلام ده عني، ده خلاص ده وسام، أعلى وسام والله أنا أخدته. ميرسي يا سهير على الاستضافة دي جدا، أنت حبيبتي طبعا، إحنا عشرة عمر، وأنت ساندتيني في بداية ظهور، يعني كنت من الناس السعادة، كنت من الناس الداعمين ليا، واللي كنت واقفة معانا التلفزيون المصري طبعا، ما انساش ده طبعا. بشكر جدا 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 فريق الإعداد عندك على البحث الجميل اللي هم عاملينه، بشكركم جدا حقيقي، تعبتم. مش عارفه اقول لكم ايه، بس حقيقي تسلم ايديكم. وتسلمي دايما، يعني طول عمري طبعا شايفاه نموذج للاناقه والجمال وحاجات كتير والانسانيه، لان احنا يعني اتعاملنا مع بعض عن قرب، فبشوف فيها انسانيه كبيره جدا وحد مختلف. فكرة التلفزيون دي ما كانتش في الخطة خالص، احنا كنا في الهوا، من الهوا للهوا اختلاف كبير. ايه اللي حصل؟ جينا من الهوا فوق للهوا على الشاشة. هو بس قواعد الهوا فوق نفس قواعد الهوا تحت، لان انت هنا بتقابلي جمهور، وفوق بتقابلي جمهور، وهنا بتقابلي جمهور، فعليكي مسؤولية للجمهور. يعني كنا دايما واحنا طالعين على الطياره يقول لك، طبعا انت عارفه الكلام ده، الابتسامه العريضه اللي لازم تبقى موجود، والركاب على الطياره ما لهمش ذنب باي مشكله عندك ولا اي حاجه في حياتك، انت لازم تطلعي بوجه بشوش. نفس الكلام على الشاشه، احنا برضو اول ما ندخل على الاستوديو انسي كل حاجه، انسي مشاكلك، انسي حياتك، انسي كل حاجه، لان المشاهد اللي قدامك ده ملوش ذنب. لكن النقله، هي النقلة كانت مش مترتبة، بس كان، وأنا قلت ده قبل كده، كان ده عند، يعني كان هدف، كانت أمنية عند والدي الله يرحمه إن أنا أشتغل في التلفزيون، بس ما حصلش. بقى في الأول يعني أول ما اتخرجت وكده، كان اللي متاح قدامي إن أنا أشتغل في الطيران، وأنا كنت حابة برضو الكارير ده. فلما اشتغلت في الطيران وقعدت سنين طويلة، جت فترة بقى لازم أغير، يعني تعبت، يعني ده لايف ستايل مرهق. امتى قررت التغيير؟ يعني في صدفه جمعتك بحد فقال لك على التلفزيون، ولا انت خدتي امتى قرار وليه ان انا هخلص الهوا ده عشان اروح الهوا اللي هناك؟ هقول لك، انا كنت تعرضت لحادث، كنت رايحه رحله طويله لايطاليا ميلانو، الرحلة كانت طويلة، يعني كانت رايحة جاية على طول، مفيش وعاد. وأنا في اليوم ده قررت أروح بعربيتي، هو المفروض إن أنا بروح بالعربية بتاعة الشغل، بيجي ياخدني من البيت، بس بيبقى فيها ساعتين زيادة وساعتين، يعني ما بيجي ياخدني وساعتين لما بروح. فأنا قلت إيه، النهاردة أروح بعربيتي عشان أرجع بسرعة، يشاء القدر. وأنا راجع بالليل الساعة 3 الفجر كده، كنت راجع من المطار، مرهقة جدا طبعا، رحلة رايح جاي بتبقى مرهقة جدا. عملت حادثة في شارع صلاح سالم. حادثة بعربيتك انت اللي سايقة؟ حادثة بعربيتي انا اللي سايقة، لاني كنت مرهقة بقى، جاية رحلة كانت 18 ساعة. كنت يعني نمتي ولا ما قدرتيش تتحكم؟ نمتي وانت سايقة؟ نمت وانا سايقة، سرحت، طلعت فوق الرصيف. فالمهم يعني كانت حادثة جامدة جدا، الحمد لله. أثرت على رجلي، عملت عملية كبيرة في رجلي. في الوقت ده انا حسيت ان ربنا بيقول لي كفايه كفايه بقى، كنت قعدت كتير، يعني 8 9 سنين حوالي كده يعني. فمن الوقت اللي انا عملت الحادثه دي، انا كان ممكن اكمل يعني بعد ما عملت العمليه وكده، بس انا حسيت ان ربنا بيقول لي لا كفايه كده. طب كفايه كده هعمل ايه؟ انا ما اعرفش اقعد في البيت. ف
فاسترجعت الامنيه بتاعت ابويا الله يرحمه، انه كان عايزني اشتغل في التلفزيون. فعملت محاولات، انت عارفه طبعا كان ماسبيرو في الوقت ده مش اي حد يعني. يعني الحادثه دي اثرت ايه؟ يعني خلت رجلك ما تقدريش تقفي مثلا مسافات طويله؟ ما اقدرش اقف مسافات طويله، هقف بس هتعب، يعني اجي بالليل بقى اتعب، رجلي تؤلمني. يعني رجلك ما عادتش تحتمل طبيعه المهنه. بالظبط كده، بالظبط كده، يعني هيبقى فيها جزء انفيت، يعني مش ما ينفعش. انا ما حاولتش اكمل، يعني انا نفسي قبل ما نروح للرحله الثانيه والخطوه الثانيه ماسبيرو، خلينا نقول ايه اكتر المواقف اللي ما تنساهاش في السنين اللي انت عشتيها في الطيران؟ لا ده في مواقف كتير جدا، يعني في لحظات موت، يعني في لحظات كنا بنتعرض فيها للموت. مثلا رحله في طائر كبير مش عارفه قالوا اسمه ايه، دخل في الكوكبت بتاعه الطياره، دخل وكسر الازاز. ما اقولكيش حاله الهلع بقى اللي بتجيلنا، يعني حالات الهلع اللي بتجيلنا دي بتبقى كتير جدا. يجيلك هلع مثلا مره في رحله. ايوه لا هنا انت مطلوب منك الثبات حتى في اللحظه دي. طبعا ما اصل انا لو الهلع عشان تطمني الركاب، فالركاب هيجي لهم بانيك كمان. فانا مطلوب مني في اللحظات اللي بيبقى فيها هلع دي اتماسك قدر الامكان. وده فادني بقى في شغلي في التلفزيون، يعني حته الثبات الانفعالي. مش احنا دايما يقولك من اهم الحاجات اللي المفروض تبقى في المذيعه الثبات الانفعالي. حصل لي في التلفزيون قطه عدت قدامي في الاستوديو، فار، انت عارفه الديكورات بتبقى قديمه وفوق بعضها، فار عدى. لو انا كمذيعه انهارت ما ينفعش رحش احنا على الهواء. المهم يعني من قواعد العمل في الطيران الثبات الانفعالي. ايوه الثبات الانفعالي. ايه المواقف الثانيه في الطيران ما تنساهاش؟ مره كنا رايحين لندن، قبل اللاندنج قالوا حصل مشاكل في العجل، مش عارفه العجل حاجه يعني تكنيكال كده في العجل، فمش عارفين ننزل. المهم قعدوا كتير كتير، الكابتن يلف كتير 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 على ما ينزل، مش عارفه ايه اللي حصل. واول ما نزل بقى احنا طبعا عملنا يعني اللي هو النزول الاضطراري، يعني النزول الاضطراري ايفاكويشن للركاب كلها. دي كانت من الحاجات وفي الرحله دي كان المفروض ان احنا في لندن دي رايحين برضو رايح جاي، يعني ما فيش مش نايت اوفر يعني. فاللي حصل معناش هدوم، معناش يعني كده يعني. فكان يوم قاسي جدا اللي قعدناه في الاوتيل يوم الحادثه دي، برضو من الحاجات اللي ما انساهاش ابدا. فمواقف كتير. لا مواقف. طب ايه المواقف الحلوه دي؟ اهم المواقف الصعبه، ايه المواقف الحلوه؟ لا مواقف الحلوه كتير بقى. بصي اولا احنا يعني مثلا لما تلاقي السفير بتاع مصر في البلد اللي انت رايحاها بيعمل عزومه وريسبشن كبير للكرو، دي حاجه من الحاجات الحلوه. مثلا الناس بقى تتعرفي على ناس تانية واوتيلات وراحه جايه وتشوفي ناس حلوه واوتيلات حلوه وشوبينج ومتعه. لا شغلانه متعه يعني جميله. من المتعارف عليه ان مضيفة الطيران دي هي نموذج للجمال. طبعا يعني ممكن تكون الدنيا اتغيرت في السنين الاخيره، لكن وقت ما انت كنت موجوده كان هو ده النموذج. ايوه الجمال احيانا نعمه واحيانا نقمه. في الشغلانه كان عامل ازاي؟ لا هو عمر الجمال ما بيكون نقمه طالما انت عندك ثقه في ذاتك. يعني انا فاهمه انت قصدك ايه. كان من الشروط يعني طبعا جمال مع جسم، يعني لازم شيب يكون معتدل، قوام يعني خلينا نقول قوام، لازم يكون قوام معتدل، قدر من الجمال مطلوب. مش لازم يعني ان انا مش عارضه ازياء يعني، بس قدر من الجمال طبعا مطلوب. مطلوب جدا كمان انه يبقى في شيء من الدبلوماسيه والثقافه عندك. ما هو انا ممكن تكون جميله قوي بس ما تحسنش التصرف. انت بتقابلي ناس جنسيات مختلفة، ثقافات مختلفة، لازم تعاملي كل واحد بثقافته. يعني مثلا يعني كنت على الطيارة ففي واحد أجنبي بيعاكس، يعني شفت اهو ده اللي انا كنت عايزة أوصله بيعاكس. يعني فلو انت أخدتي الموضوع بثقافتك الشرقية
ازاي وتنفعلي عليه والكلام، لكن بثقافته هو بيعرض لك او بيبدي لك انك حلوه يعني. فلازم ثانك يو ميرسي في الكلام ده كله. ف مطلوب طبعا يعني، بس انا مش شايفه ان هو نقمه ولا حاجه، الحمد لله اي حد جميل لازم يشكر ربنا طبعا. اكيد طبعا هو نعمه كبيره، لكن انا بتكلم في قصه ان هو ممكن الناس تحصرك بس في شكل انك حلوه، انك حلوه. فدي ماساه لاي ست، لان الست او الجمال عموما روح وعقل، ومش قصه ملامح وانسانيه وحاجات كتير. طبعا طبعا. لا طبعا الجمال بلا روح كمان في روح، في جمال وممكن وممكن جمال الملامح والقوام بيعرضك لمواقف سخيفه مع الناس يعني، فانت بتتصرفي ازاي؟ لا بصي انا يعني مش عارفه يعني، انا باخد الامور بالشكل الحميد يعني، بالشكل الحلو يعني. يعني لما، لكن طبعا لو في تجاوز، بصي سهير اي تجاوز انت اللي بتبقي مسؤوله عنه حقيقي، لان احنا لازم بتحطي بينك وبين المتلقي، المتلقي بقى سواء مشاهد سواء ضيف، ما انا كمان في التلفزيون بيبقى معايا ضيوف، ممكن الضيف يتجاوز حدوده، على الطياره ممكن الراكب يتجاوز حدوده، لكن انت في ايدك المفتاح والريموت، انت اللي بتحطي الحدود ان تسمحي للمتلقي ان هو ما يتعدهاش. فمش كل واحده جميله هتتعرض لاهانه او هتتعرض لتجاوز الا اذا كانت هي سابت المفتاح شويه. طيب لما جيتي ماسبيرو، انت قررت ان انت هتفتكري امنيه والدك عشان تحققيها. صحيح. عملت ايه طيب عشان؟ والله سعيت، بصي انا سعيت وقلت يا ربي انا هسعى، وان جت جت، ما جتش مش مشكله. قدمت ورقي وانا عارفه انه ممكن ما اقبلش، لان انا عارفه ان ماسبيرو كان صعب جدا اي واحده اي حد يدخله. فقدمت لقيتهم بيكلموني في التليفون، تعالي في انترفيو. ما صدقتش برضو. من اللجنه؟ اللجنه بقى كان ناس، كان استاذ انيس منصور الله يرحمه رحمه الله عليه، كان استاذ احمد سمير الله يرحمه، اسماء كبيره. اسماء كبيره جدا. استاذ عبد الخالق عباس كان، واستاذ رئيس قطاع الاخبار. لا كان في ناس كتيره جدا، قامات يعني، قامات، وكل واحد عمال يسالني سؤال، ابص كده سؤال وابص كده سؤال، ويدوني شرايح من الجورنال ويقول لي اقريها واعملي انترفيو. اللي نفعني بقى انه قال لي اعملي لنا دلوقتي تقديم برنامج سياحي، حاجه عن الطيران بقى والسياحه والكلام ده. فكان بتاعي يعني، لعبتي يعني زي ما بيقولوا. عملت مقدمة كده ارتجالية لطيفة وخلاص وخلصت. قلت بقى يا رب بقى انت انجح، اوكي ما انجحش يمكن ارجع، يمكن ربنا عاوزني ارجع اروح اطير تاني. فلقيتني نجحت، قالوا لي انت قبلتي، وطلعوا الشرايط للسيد الوزير صفوت الشريف صدق عليها. وكان دفعتي بقى في الوقت ده دينا رامز، دينا رامز ومها عثمان، وبنمس عليهم طبعا ليهم كل دفعة حب. الجميلات، الدفعة الجميلة حبايبي، علاء بسيوني كان كان دفعتي، حياة عبدون كانت دفعتي، انا عليهم جميل كلهم طبعا. دي كانت الدفعة طيب بتاعتي. انت معنى كده ان انت طريقك كان مفروش بالورود مش بالاشواك في البداية؟ لا كان مفروش بالورود الحمد لله. عمري ما لقيت اشواك يعني، سواء في الطيران ما لقيتش اشواك. لا بتكلم في التلفزيون. في التلفزيون لا ما كانش الحمد لله في اشواك. بالعكس يعني، انا بدايتي كانت في القناه الثالثه، واظن انت عارفه الكلام ده. واتذكر انه كان، ولما كان رئيسي الاستاذ مدحت زكي رحمه الله عليه، كان راجل جميل، كان بيشجعني وكان بيدعمني، وكان هو يعني كان يعني مش عارفه اقولها ايه، كان راضي عني يعني، او كان واثق فيا يعني، مديني ثقه كده وسبورت. هو انت لو كنت انا وانت لما قفلنا عملنا مشكله في مستشفى الامراض العقليه اللي في العباسيه، فاكره الموضوع ده؟ كنت انت الصحفيه الكبيره اللي عامله الموضوع ده؟
كنت انا معاكم فيه، كانوا قالوا وقتها انه في اهانات، وفي بيتعرضوا للمرضى لاهانات وحاجات. رحت انا وانتي وشلنا رئيس مدير المستشفى في الوقت ده، زمان بقى، زمان ايام الشقاوه. ايام الشقاوه كانت احلى ايام. رجعت من الموضوع ده لقيت الاستاذ مدحت زكي عامل لي، لا بعد ده اول انترفيو عملته كان مع رئيس الوزراء. دي اول يعني، عارفه لما بيشيلوا البيبي ويرموه في الميه كده، كان دكتور عاطف صدقي رحمه الله عليه. نزلني استاذ مدحت زكي قال لي انزلي اعملي الانترفيو ده. انا اتخضيت يعني، انا لسه جديده يعني بتعلم مش عارفه يعني. قال لي هتنزلي تعملي اللقاء ده يا ست اميره كده بلغته، ادكي ثقه، هو كان راجل بلغته كده، فنزلت. كان راجل بيفهم في الناس. بصي هو بيديك الثقه في قدراتهم بالظبط، هتنزلي تعملي يعني. انا اول ما قال لي فببص له كده يعني، انا حواليا ناس اقدم مني يعني بكتير. المهم بعد ما رجعت لقيته عامل اجتماع في القناه ومطلع جنيه من جيبه ومضى لي عليه، شكرا كنت كويسة ومش عارفة ايه. فرحت. جنيه بس؟ طب 10 جنيه؟ لا ده الجنيه ده. لا هو كان متعود لما بنعمل حاجة حلوة بيطلع جنيه وممضي ويدهون. بعدين جنيه ده صغير سنة 90، 90 92 كان له قيمة. كان يعادل مثلا ايه 10 جنيه ولا اكتر؟ مش عارف 100 جنيه دلوقتي. كان الجنيه في سنة 92 يساوي كتير دلوقتي. هو المهم في القيمة، في المعنى يعني. أنا عشان أرجع لإيه عامل اجتماع، أكيد لسه محتفظة بالجنيه. طبعا طبعا، ده أول شهادة تقدير أحصل عليها في التلفزيون، هو الجنيه بتاع الأستاذ مدحت زكي ده. طيب إحنا لسه عندنا كلام كتير وحكايات رائعة وجميلة شبه الضيفة أميرة عبد العظيم الجميلة. نطلع فاصل ونرجع نكمل شوية. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين وللجميلة أميرة عبد العظيم. ليلتي، يمكن من فوائد النت دلوقتي إنه بيخلينا نعيش ونشوف ذكريات اللي هي مش زمان قوي يعني، بس بقت زمان. زي ليلتي، إيه السر في إن أنت ما فيش نجم من النجوم الكبار كده، أنت كنت محظوظة جدا إن أنت تقابليهم؟ عادل إمام 3 مرات، عمر الشريف، أحمد زكي، محمد رشدي، شريهان، صباح، عدي معايا، نور الشريف، وردة الجزائرية، حسين فهمي، محمد منير، طيب ميرفت أمين، مريم فخر الدين، والسيدة مديحة يسري، والسيدة ماجدة صباحي. ايه كلمة السر؟ هل هم يعني ان ليلتي ده على الفضائية المصرية فكانوا هم حابين يطلعوا في قناة مصرية، ولا ثقة فيكي، ولا الاثنين مع بعض؟ هقولك، طبعا التلفزيون المصري طبعا لا خلاف عليه انه كانوا مقصد كل النجوم يعني، اي نجم مصري عربي يتمنى الظهور في التلفزيون المصري في الوقت ده يعني، ده بالنسبة له شهادة تقدير يعني أو كده. بس التجميع دي أنت كنت محظوظة بيها، بتهيألي ما حصلتش مع حد تاني. لا لأن أنا كنت بجيب ناس ما بتطلعش يعني، ما تجيبي شخصية. السيدة وردة الجزائرية ما كانتش عارفة التلفزيون ده أصلا مبناه فين. أستاذ عادل إمام ما كانش عارف عمره، هو ما بيطلعش أصلا، ما بيطلعوش. طب أستاذ عادل إمام إزاي أقنعتيه 3 حوارات، وأول مرة قبل ما تكلميه فعلا صليتي ركعتين علشان؟ لا بصي، هو كان في مبالغة شوية في الموضوع. بصي إحنا دايما يعني أكيد لما بنبقى داخلين، أنا دي كانت أول حلقة في البرنامج، وعايزة تبقى حلقة قوية لأن أنت بتبني عليه يعني. مثلا سهير جودة خلاص عاملة، أنت عملتي برامج أسرار البيوت والبيوت أسرار يعني، أنت عاملة ليكي رصيد. أي حد هتطلبيه بعد كده خلاص عارف سهير جودة هتقدم إيه أو هتقدمه إزاي. فكان مهم جدا بالنسبة لي أول حلقة دي، لأن أول حلقة هي اللي هتحط البرنامج في الكاتيجوري بتاعه. طب أجيب مين؟ ما لازم أجيب حد قنبلة يعني، لازم أجيب حد يبقى حدث. فما فيش غير وقتها غير أستاذ عادل إمام. فشيء طبيعي لما بتبقي داخله على حاجه انت خايفه منها بتدعي. طبعا بتدعي وبتصلي وبتعملي كل حاجه يعني. ورفعت السماعه. ورفعت السماعه. عايزين نعرف تفاصيل. قال لي كلمه مساء الخير يا استاذه هاتي. مساء النور ستي، انا فلانه الفلانيه في التلفزيون بعمل برنامج كذا كذا، واحب حضرتك تشرفنا
وكمان من الظروف الجميله ان هيبقى عيد ميلاد حضرتك نحتفل بيه سوا على الهواء. ده كان على الفضائيه المصريه. والله يا سهير راح كلمه واحده قال لي موافق. بس كلمه موافق يعني انا مش عارفه اقول لك يعني اتبسطت جدا، يعني فرحت فرحه لانه أكيد. كلمه موافق خلاص يعني قال لي موافق خلاص. هو اداك سك نجاح البرنامج بس خلاص سك النجاح من الفضائيه المصريه. لما طلع معايا في الفضائيه المصريه وفعلا عملنا له احتفال كبير، كانت السيده سناء منصور موجوده بتمثل وجبنا له عليها من طبعا الشخصيات تحياتي الرائعه. ليها طبعا، دي من الناس اللي ليها افضال عليا كتيره استاذه سناء منصور. عملنا له عيد ميلاده تورته كبيره وعليها صورته والكلام ده. ده كان بدايه التعارف بيني وبين استاذ عادل. جيت بقى عملت ليلتي بعد نجم على الهوا، فبرضو عايزه لا عايزه سك نجاح في البدايه، فقلت اكلمه. فوالله كلمته يا سهير، فهو بقى كان في رصيد عارف ان انا قعدت معاه قبل كده وعارف انا يعني الحمد لله يعني بقدمه ازاي. فوافق وراح مديني رقم السكرتير بتاعه. رتبت بقى مع السكرتير عشان رحت بيته اسجل مع اولاده، وعنده اوضه بقى فيها الجوائز والحاجات دي كلها، فكان لازم اروح اللقاء ده المكتب. بيتعرض كتير على فكان اليوتيوب. لازم اروح البيت عشان الولاد والمكتب. فلما اداني رقم السكرتير بتاعه وبقيت رتبت معاه وعملت ده كل ده، وبعدين هو جانا على التلفزيون. استاذ عادل امام كان بيمشي ببودي جاردز مسلحين، عشان كده ما كانش ينفع يدخل التلفزيون، لكن اتعمل له اكسبشن، عمل له يعني كان دخول الاستاذ عادل امام اول مره التلفزيون المصري، ده كان حدث طبعا. الحمد لله يعني. وتالت مرة، أول مرة نجم على الهوا، تالت تاني مرة مره ليلتي. كان في سهره خاصه بتتعمل في رمضان برضو هو كلمته. طبعا كان عنده البودي جارد، مش شياكة يعني لا لا لا، ولا لانه أي حد، كان لا لأنه كان مهدد عشان الإرهاب والفيلم الإرهابي بالظبط والجماعات بالظبط بالظبط كان الإرهابية مهدد. كانت مستقصداه ده أو حقيقي ده مترصداه. حقيقي ده حقيقي ده، عشان هو فعلا كان كده، كان مستهدف. كان مستهدف. المره الثالثه كنا في رمضان، كنا عاملين سهرات خاصه برضو طلبته، برضو الحمد لله رب العالمين وافق. بس دي الحلقه دي عملتها في البيت عنده في المنصوريه، وكان الحديث برضو جميل، كانت حلقه جميله جدا، كان على راحته جدا وسجيته جدا. استاذ عادل امام ده يعني حاجه مش هتتكرر تاني أكيد طبعا. وانا بعتبر الثلاث حلقات اللي عملتهم للاستاذ عادل امام دول يعني من اجمل الحاجات اللي في الفايل بتاعي انا شخصيا. أكيد، وبنمسي عليه وبندعي له يا رب وبنتمنى له نتمنى دايما له كل الصحه خير، والسعاده ويدوم حياته في وسطنا يا رب. يدوم ما حسه يا رب. طيب، من المواقف اعتقد اللي انت ما تنساهاش احمد زكي، وخاصه الموقف الاخير ان انت رحت عملت معاه حوار وهو مريض في المستشفى في ايامه ده الاخيره. كان اخر لقاء عمله على فكره يا سهير. دي برضو من اللقاءات الصعبه. ما هو في حوارات انا عملتها صعبه لانك كنت بتعمليها تحت ظروف، يعني مثلا زي برضو حلقه المخرج الكبير عاطف سالم برضو عملتها معاه في المستشفى. جاني اوردر. وعشرة فهم بتالي عملتها في المستشفى. في كذا لقاء كده عملته في مستشفى كان بتكليف من السيد الوزير صفوت شريف، هو اللي ادى اوردر يعني ان انا اروح اسجل حلقه ليلتي مع احمد زكي في المستشفى هنا في اكتوبر. كنت برضو التقيت باحمد زكي في نجم على الهوا قبل كده، برضو عملت له عيد ميلاده، جبت له مين يغني له في عيد ميلاد احمد زكي؟ مين؟ ايهاب توفيق، مصطفى قمر، هشام عباس، عبد الخالق، علاء عبد علاء عبد الخالق. الخالق. جبت الاربع مطربين غنوا لاحمد زكي، واتصور ان الشريط ده موجود على الفضائيه المصريه، غنوا في الاستوديو لاحمد زكي في عيد ميلاده. ده كان اول لقاء بيني، وكان طبعا في قمه طبعا يعني احمد زكي يعني في عنفوانه يعني. فاللقاء الثاني بقى كان في المستشفى، كانت الحاله طبعا حالته كانت صعبه جدا، فيعني كان من الحالات اللي اتاثرت بيها جامد جامد جدا يعني. وهو كان عارف حاسس خلاص ان هو في ايامه الاخيره، وكان عنده حب للحياه مش طبيعي. وانا داخله يا سهير المستشفى من الجماهير اللي واقفه قدام باب المستشفى، ما كنتش عارفه ادخل، مش عارفين ندخل بالكرو، ناس متجمعه تحت المستشفى. فانا قلت له، هو مركب حاجات في اجهزه، قلت له استاذ احمد انا اطلب من حياتك طلب لو هتقدر، لو هتقدر في جماهير تحت مستنيه بتدعي لك وحابينك ونفسهم يشوفوك،
قام يا سهير مسك الحاجات بتاعته من الشباك كده وقعد يعمل كده وقعد يعمل حاجات. كان لقاء مؤثر رائع. جدا جدا. وكان ابنه هيثم معاه برضو، عملته الله يرحمه برضو، عملت معاه انترفيو، عملت انترفيو مع الاب والابن. يعني كان حوار، عارفه بقى حوار اللي يوجع القلب ده، يعني الاب وابنه والاب بيحتضر. يعني كانت من الحاجات الحلقات الصعبه اللي عليا قوي. محمد عبده، محمد عبده انت برنامجك ساعه، جالك اعلانات 50 دقيقه، 13 دقايق ولا عملت ايه؟ صحيح. مين اللي قالك ده؟ الصحفي اللي يسأل عن مصادره. صحيح، ايوه انا صحفيه كبيره على فكره. من اجمل الحاجات اللي بتتعمل اللي بيكون المعد فيها صحفي، يعني حقيقي شغل، بيبقى شغل شغل تمام يعني. صحيح، انت عارفه طبعا الفنان محمد عبده ده نجم العرب طبعا. من الخليج للمحيط زي ما بيقولوا. فعلا احنا ما كناش ملحقين، على جاله كام اعلانات من الخليج، يعني مش قادره اقول لك. حقيقي حقيقي طلعنا 10 دقايق على الهواء. يعني فعلا الحلقه 13 دقايق و50 دقيقه. ما ليه ما طلبتيش وقت اضافي؟ ما ينفعش بقى، ما هو كان مرور. طب يعني في ال 10 دقايق عرفت تعملي ايه؟ ما هو بصي بقى انت ايه، 10 دقايق وبين كل اعلان ينزلوا له اغنيه ومش عارفه ايه، يعني هو ال 10 دقايق توزعت على الحلقه، توزعت على الحلقه. يعني هو كان ظهوره في حد ذاته حدث، وكونك جايباه من السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، جاي لمصر، طبعا جاي على نفقته. يعني الناس الكبيره دي، الناس المحترمه الكبيره دي، ما بتسالكيش هتدفعي كام او هاجي ازاي. يعني انا جبت مثلا راغب علامه، احلام، نوال الزغبي، الله يرحمها رجاء بالمليح، اسماء كتير، عبد الله رويشد. كان الوقت، الناس دي عمرها ما كان الوقت الطيب، وكانت الناس طيبه. كل حاجه كانت طيبه. عمر ما حد قال لي هتدفعوا كام، ولا اوتيل ايه، ولا 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 احجزوا لي طياره، ولا كان بيجوا وهم حابين، جايين مصر، جايين التلفزيون المصري. دي كانت حاجه كبيره. الظهور على التلفزيون المصري كان ليه قيمته، واعتقد ده حصل لان انا عشته في البيت. بيتك كان برضو كبار النجوم. صحيح. في مصر والعالم العربي بيجوا، بالعكس هم كانوا بيجيبوا هدايا بتتحط في مكتبه للبرنامج، كانوا بيجيبوا الهدايا هم جايين. صحيح. كانت ده صحيح. ده صحيح. دي حفلات التلفزيون يا سهير، حفلات التلفزيون ده يرجع مره. فاكر حفلات التلفزيون؟ هل كان في مطرب كبير عظيم قال لما كان يجي ده سك نجاحه انه كان يجي حفلات التلفزيون؟ وانا قدمت حفلات قادم الساهر، صابر الرباعي، الحفلات دي، كل دول كانوا بيجوا مصر. الحمد لله. انت كمان عملتي مع مصطفى العقاد المخرج العالمي. فكرتيني بحاجه عظيمه جدا. الحلقه دي عملتها في هوليوود. في هوليوود برضو، هو بيته في قبل الحادث بتاع وفاته. ما فيش يعني. انا برضو دي من الحاجات اللي تعبتني جدا واتألمت ليها. كان في بيته، هو في هوليوود. رحنا البيت عنده، سجلت مع الراجل برضو. حد يعني ايه الاستقبال ده، ايه الريسبشن اللي عمله ده. فرحان انه هو هيتشاف على التلفزيون المصري، فرحان انه شايف مذيعه مصريه. ورحت لقيته مشغل القناه الفضائيه المصريه على التلفزيون بتاعه. عملت معاه لقاء طويل جدا، وحوار كان من امتع الحوارات اللي عملتها معاه. وبعدين رجعت مصر، مفيش يعني، ايام قليله جدا سمعت الحادثه بتاعت اغتياله دي، زعلت جدا والله. دي كمان المخرج الكبير ده مصطفى العقاد، ده كان من الحلقات اللي برضو اعتبرها علامه في الفايل، في الملف بتاعي. طب لما بتشوفي بقى الحلقات دي على اليوتيوب دلوقتي، بتحسي بايه؟ اول احساس بيجي لي والله العظيم يا سهير، هو انا عملت ده ازاي؟ والله العظيم انا عملت ده ازاي؟ هو انا جبت الفولاد ده ازاي؟ انا مش عارف. خدي بالك احنا ما كانش فيه لسه الاتصالات. انا كنت بتصل بره مصر. يعني بتتصلي بالسعوديه، في الجزائر، في لبنان، في الاردن، في هنا اتصالات. انا اللي كنت معده، سواء في فضائيه او في القناه الاولى. انا اعداد وتقديم يعني. كنت انا اللي بجيب الضيوف. فارجع اقول لنفسي ايه، هو انا جبت كاظم ساهر ازاي؟ الله. طب هو دريد لحمد انا جبته، هو عبد الله رويشد كنت اعرفه منين عشان اجيبه؟ طب ايه
على فكره. وبقعد حتى الكلام الاسئله ايوه، بس لما بتشوفي الحوار نفسه بعيدا عن الضيف بتقعدي تقولي لا كان المفروض اعمل كذا، ولا بتبقي مبهوره وفرحانه بنفسك؟ لا يعني ببقى فرحانه بنفسي حقيقي. اقول لك انا بقعد اقول انا ازاي، انا كنت مذاكره ده ازاي، هو انا حضرت ده ازاي، بس حقيقي لان انا كنت بتعب، انا كنت بذاكر على نفسي يعني، كنت بذاكر. وبعدين خدي بالك احنا ما كانش فيه بقى ان انا ادخل على النت واجيب، لا انا كنت بروح ارشيف الارشيف، ارشيف الاهرام والاخبار ودار الهلال، اروح واجيب ملفات واكتب من جمله من هنا وجمله من هنا. لا كنت بشقى بشقى على ما اطلع الحلقه. طبعا انا دلوقتي ما اعرفش اعمل الشغل ده، يعني اللي انا عملته ده ما اقدرش اعمله، مجهود رهيب. فابص لنفسي اقول والله والله برافو عليا، يعني ان انا عملت، انا عملت ده ازاي، هو انا ذاكرت ده عملته قد ايه، يعني خد مني وقت قد ايه. لا ببقى مبسوطه ببقى سعيده يعني. طب انت برضو انا لفت نظري ان انت دايما الحوارات الاخيره انت كنت بطله فيها، مثلا ذكرى مثلا انت عملت معاه حوار قبل رحيلها قبل الحادثه. صحيح. بصي كنت بزعل قوي لما كنت اعمل حلقه مع حد ويتوفى يومه زي عينها في التلفزيون، فبقيت اقول لهم لا بلاش يا جماعه والنبي، لا يتاخد ان البرنامج يعني مش حلو على ناس، بس بالعكس دي كانت بتنفع جدا يعني. والرجاء بالمليح برضو لما عملت معاها الحلقه لن انساها، الست الجميله دي وهي جايه جميله جابت لي الزي بتاعهم المغربي ده الجميل الله يرحمها، ست كانت جميله جدا برضو. اول ما عملت معاها يعني عملت معاها الانترفيو بعدها توفت، زعلت جدا برضو، ذكرى من الناس الجميله والصوت رائع. برضو عملت برضو زعلت قوي لما توفت. لا طبعا بزعل، الحاجات دي بتؤلمني، بس في نفس الوقت بزعل بس ببقى سعيده انك انت عامله ارشيف، ان انت الارشيف انك موجود. يكفي ان في الوقت ده كان التلفزيون ما بيلاقيش حاجه يذاعها، انا بروح ازاي على البرنامج بتاعي. مين اكتر حد ما تنسهوش كان داعم ليكي؟ بمناسبه ان احنا طول الوقت بنقول الامتنان والعرفان بالجميل وان احنا نقول للناس شكرا، دي حاجه مهمه لازم نعملها. مين دلوقتي تقولي كل الامتنان وكل الشكر لمين على مدى المشوار؟ على مدى مشواري هو الحمد لله، الحمد لله ان انا عندي استقرار عائلي. الاستقرار العائلي داعم كبير لنجاحي، واظن انت عارفه طبعا كزوجه وكأم ومذيعه وصحفيه كبيره في نفس الوقت، انت اللي وصلتي له ده اكيد وصلتي له لان عندك اسره مستقره. يعني عندك هنا كل الشكر وكل امتنان لمحمد كامل. طبعا عايزه تقولي كده فانا قلت بدالك. طبعا بنمسي عليك. طبعا طبعا داعم كبير وسبورتنج في كل حاجه، مش بس في شغلي على فكره يعني، هو سبورتنج في حياتي، سبورتنج لشخصيتي، سبورتنج كزوج، سبورتنج ليا ككل حاجه. وانت قابلتيه في التلفزيون وقصه حب وجواز دي عايزه قصه لوحدها. صحيح صحيح. من اجمل الحاجات اللي حصلت لي في حياتي ان انا قابلت محمد، من اجمل يعني. ما انت تقعدي كده تفتكري تاريخك كده وحياتك كده تقولي ايه الحاجات الحلوه اللي حصلت لي، دي من احلى الحاجات اللي حصلت لي في حياتي حقيقي الحمد لله. وبنحييه وبنمس عليه. في حد تاني عايزه تقولي له؟ طبعا ابويا وامي، لان هم اللي ربوني على الحاجات الحلوه اللي انت قعدتي تقولي عليها دي، الانسانيه، الوفاء، ان احنا نتعلم لازم يكون عندنا رحمه، تعاطف، تسامح، قيم، في عندنا قيم، في عندنا ثوابت، في عندنا اخلاقيات، الحاجات دي طبعا امي وابويا طبعا ليه فضل كبير. الف رحمه ونور لروحكم، اسعدتينا ونورتينا ودايما مشرقه ودايما احلى ايام وذكريات ودايما في احلى صحه واحلى. ربنا يخليك يا سويد، ميرسي يا حبيبتي، بشكرك جدا جدا على اللقاء الجميل ده. انت طبعا انت عارفه معزتك وقيمتك من القلب للقلب سهير جوده، يعني انت قيمه كبيره في حياتنا كلنا، في حياتي انا بشكل خاص يعني، ومبسوطه قوي اني شفتك. ربنا يخليك، ربنا يديم عليك الصحه ويديم عليك الجمال والبهاء وعليكي وليكي من الدعوات اضعافها. لسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد الفاصل.